معالي الوزير لما المؤتمر اتعرض عليه، الفكره اتعرض عليه وحقق نجاح النسخه الاولى بتاعته. درسنا الموضوع وبصفه اداره مركزيه الطب الرياضي لقينا ان هو فعلا في النسخه الاولى محقق نجاح كويس قوي، نقدر نستفاد منه من خلال الخبرات الموجوده وكل المشاركين في المؤتمر سواء مصريين او اجانب. ودرس الموضوع وسياده الوزير وجه برعايه المؤتمر تحت رعايته النسخه الثانيه، وفي مجموعه مشاركه وفي ورش عمل هتبقى موجوده في المؤتمر عشان نقدر نستفاد ونعرف كل ما هو جديد سواء في العلاج الطبيعي سواء في التاهيل لافاده الرياضيين وذوي الهمم عندنا في مصر ان شاء الله. تواجد وزاره الشباب والرياضه في مثل هذه المؤتمرات بيكون من منطلق حرصها على التعرف على احدث الاساليب العلميه في علاج التاهيل والعلاج الطبيعي. فالنهارده التواجد لعده اسباب، احنا عندنا مستشفى الطب الرياضي اللي في مدينه نصر جاري يعني بيتم فيها تطوير بشكل كبير جدا، فالموضوع بالنسبه لنا كريتيكال جدا. احنا ازاي وزاره الشباب والرياضه عندنا الاصابات بتاعه اللعيبه، عايزين يبقى عندنا هاب كبير زي ما قلت لحضرتك المستشفى الطب الرياضي اللي في مدينه نصر علشان نبدا الناس تبدا تيجي تبقى متواجده. احنا التاهيل دلوقتي في لعيبه كتير من الابطال الرياضيين بتاعنا بيحصل لهم التاهيل في الخارج، احنا عايزين التاهيل والعلاج الطبيعي ده يبقى داخل مصر، خصوصا ان احنا عندنا الكفاءات والجراحين والاخصائيين العلاج الطبيعي والتاهيل اللي موجودين في مصر اللي ليهم اللي هيكون يعني عندهم الموضوع اللي بيبقى ناقصهم بس الادوات بس. فاحنا المستشفى الطب الرياضي جاري تجهيزها دلوقتي ان هي تكون هاب كبير جدا بيحصل فيها الموضوع بتاع العلاج الطبيعي، القياسات البدنيه، وعندنا شق كمان القياسات النفسيه. اهداف النقابه هو دعم كل المؤسسات الخاضعه الى وزاره التضامن الاجتماعي، وهذه المؤسسه يعني حريصين على دعمها كل الدعم لانها مؤسسه مؤهله لهذا المؤتمر الثاني الدولي في مساله التاهيل والتعافي. كلمة التأهيل دي كلمة عامة وشاملة، التأهيل في إصابات الملاعب، التأهيل في مرضى المسنين، التأهيل في مجالات العظام والعلاج الطبيعي، التأهيل مجالات الأطفال كعلاج طبيعي وجراحتها، أيضا كذلك الجراحات العامة والكثير من المجالات التي نعمل بها في مجالات الطب بصفة عامة. وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية وجهان لتقديم خدمات للجمهور بصفة عامة، وطبعا وخاصة للأشخاص ذوي الهمم. فالجمعيات والمؤسسات الأهلية نحن بندعمها بكل الأوجه لتقديم خدمات تفيد الفرد في المجتمع، سواء إذا كان بكامل صحته أو باختلاف عمره أو كان ذوي الهمم. ونتمنى دايما يا رب جميع المؤسسات والعمل الأهلي هو شريك أساسي في التنمية المستدامة. والعلاج الطبيعي ومؤسسة سكاي للعلاج الطبيعي ده مهم جدا، لأن مفيش تنمية ولا تنمية مستدامة إلا بصحة سليمة. المؤتمر ده بيعد من أهم المؤتمرات السنوية اللي بتقام في مجال العلاج الطبيعي والصحة والقوام. الحمد لله النسخة الأولى حققت نجاح كبير جدا، ومن خلالها نقلنا خبرات كانت متركزة في مجالات الطب الرياضي بشكل كبير. السنة دي جايبين خبرات وخبراء في مختلف المجالات، خاصة كل المستحدثات في مجال الصحة والقوام. جايبين منظمات بتساهم معانا في هذا المؤتمر زي منظمة الصحة، منظمة القوام الأمريكية، زي منظمة الإبر الجافة من جنوب أفريقيا، زي منظمة العلاج اليدوي الهندية بيمثلها الرؤساء هنا. الميزة في هذا أو في النسخة الثانية من المؤتمر إن إحنا بنحاول نقدم الخبرات العملية للحضور، مش فقط انه هو يحضر محاضرات نظرية، ده هو كمان بيتعلم ازاي يؤدي هذه المهام من خلال ورش عمل. عندنا 8 ورش عمل للحضور، وبالتالي بيتزيد كفاءة العامل في هذا المجال عمليا وعلميا. ان شاء الله هيكون في فائدة كبيرة قوي، لان احنا كجراحين والحضور كفيزيوثيرابيست بنتشارك في علاج العيان. انا بعمل عملية في ساعة، دكتور العلاج الطبيعي بيشتغل مع العيان مثلا بتاع الرباط الصليبي 9 شهور، فلازم نكون فاهمين بعض كويس وبنتفاهم على احسن حاجه تتعمل للعيان جراحيا يحضرها ويعرفها، وهو يعمل له التاهيل بتاعه المناسب ان شاء الله عشان يرجع لعيب وسعيد
ان شاء الله. ازاي نتعامل مع ملف الاصابات؟ نمره واحد كيفيه تقييم الاصابه، ونمره اثنين كيفيه علاج الاصابه، ونمره ثلاثه وده اللي احنا بنحاول نتطرق له في مجال العلاج الطبيعي هو منع حدوث الاصابه للرياضيين باحدث الاجهزه اللي بتقدر تقيم الرياضي وتقول له مستوى الاداء بتاعه شكله ايه. ده الجزء الاول. الحقيقه عندنا في المؤتمر مجموعه من ورش العمل اللي بتثير او تسري النتائج اللي احنا بنرغبها في المؤتمر، زي ورش الدراي نيدلينج الابر الجافه، وزي ورش العلاج اليدوي. ده الجزء الاول. الملف الثاني اللي احنا بنتعامل فيه مع وزاره التضامن الاجتماعي هو الملف الخاص بذوي الهمم وانتاجهم وكيفيه ان هو يبقى شخص منتج في المجتمع المصري، ما يبقاش الاعاقه بتاعته يبقى ليها تاثير سلبي بالنسبه له.